أهلا وسهلا، أنا اسمي مايك وهذه زميلتي سارة. مقطع الفيديو هذا موجه لكل من اضطر إلى مغادرة بلده بسبب الحرب، الملاحقة أو أي ظروف معيشية جعلت حياته غير آمنة. الأوضاع التي لا يمكن السيطرة عليها والمهددة للحياة تؤدي إلى الصدمة. الصدمة تعزى إلى إصابة في الذهن. كمثال على ذلك الحرب، التعذيب، العنف الجنسي، الحوادث أو الكوارث الطبيعية. عندما نتعرض للخطر يفعل الدماغ خطة تلقائية طارئة، فنقوم بإحدى ردات الفعل التالية: إما أن نستعد للقتال، أو نحاول الهرب من الموقف، أو نتجمد ولا نعد قادرين على الحركة إطلاقاً. وفي معظم الأحيان تكون الخطة الطارئة هذه هي السبب في أننا لا نستطيع التفكير بوضوح ولا القيام برد فعل طبيعي. مرحبا، اسمي يوسف. كنت مغادرة إلى مغادرة بلدي قبل سنة. كان علي الهرب عن طريق الصحراء وعبور المحيط في قارب صغير. كنت خائفا جدا، حتى بعد مرور وقت طويل على وصولي لم أكن أشعر بالأمان. في صباح يوم ما عندما كنت أغلي ماء للشاي، حدقت في الماء المغلي، ولكني لم أشاهد سوى المحيط الداكن أمامي. للحظة المؤلمة عدت في ذلك القارب مرة أخرى. منذ ذلك الحين وأنا أتجنب كل شيء يذكرني برحلة الهرب من بلدي ولا أستطيع النوم. هذه التأثيرات السلبية على حياتي قاسية جدا، فأنا منهك جدا وبالكاد أستطيع التركيز. أنا اسمي سلمى، وقد هربت من بلدي قبل بضعة أشهر مع زوجي وأولادي. في بلدي تسود أجواء الحرب. كلما خرجنا من البيت كنا نخشى على حياتنا، وهذا الشيء لا يزال عبئا ثقيلا علي. أنا متوترة وعصبية المزاج كل الأوقات. أنا أصاب بالذعر من أبسط الأصوات، وكأن قنبلة انفجرت مباشرة أمام منزلنا، وبعدها أغضب، ولاحقا أندم على ردة فعلي المبالغ فيها. بسبب الأفكار الكثيرة عن الحرب أصاب بألام في البطن والرأس، وعندما أحاول التفكير في أحداث معينة في وطني واجه في بعض الأحيان مشكلة في التذكر، وكان هناك فجوة في ذاكرتي. أعباء يوسف وسلمى المذكورة لها علاقة بتجاربهم الصادمة التي عاشها كل منهما. هذه الأعباء ممكن أن نشبهها بحقيبة ظهر. تخيلوا لو أن كل شخص يحمل حقيبة على ظهره. عادة لدى كل منا أشياء مختلفة في هذه الحقيبة: ذكريات، هموم، وآمال. إن حقيبة الأشخاص الغير مشاهدين سهلة الحمل، وفيها الكثير من الفراغ لأشياء جديدة. صدمة واحدة من الممكن أن تؤدي إلى تجمع أعباء مختلفة في الحقيبة، وبالتالي سوف لن يبقى من الفراغ إلا القليل للتجارب الجديدة. الحقيبة سوف تصبح ثقيلة ولا يعرف كيفية التخلص من هذه الأعباء التي بداخلها. هذه الحالة تشير إلى اضطراب الكرب التالي للرضح، أو معروف بالصدمة. السلوكيات التالية هي مؤشرات لاضطراب الكرب التالي للصدمة. شخص تعرض لتهديد غير مألوف. نتيجة لهذا التهديد يمر بالتجربة ذاتها مرارا وتكرارا في الأحلام أو الذكريات. الأشخاص المعنيون باضطراب ما بعد الصدمة غالبا ما يحاولون تجنب المواقف التي تذكرهم بهذه الصدمة، وغالبا ما لا يمكن تذكر أجزاء مهمة من تجربة الصدمة بشكل واضح. هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعانون أيضا من الاستثارة المفرطة، والتي تؤدي إلى الأرق والعصبية. هذه العلامات تدعى بالأعراض. تلك الأعراض تنتج عن ردة فعل مفرطة في الدماغ،
بعد الحوادث الصادمة يصبح الدماغ بالغاً في الحساسية ويكون في حالة تأهب دائمة لخطر جديد. هذا هو رد الفعل الطبيعي على تجربة غير طبيعية. هل وجدتم بعض من هذه الأعراض لديكم؟ في هذه الحالة من الممكن أن يكون التحدث مع أشخاص مروا بتجارب وظروف مشابهة مفيداً لكم. لهذا نحن هنا اليوم، أنا وزميلي أطباء ومعالجين نفسيين. نحن نلتزم بواجب الصمت، مما يعني أنه من غير المسموح لنا إخبار أي شخص عما سوف تأتمنوننا عليه، وهذا الواجب ينطبق أيضاً على المترجمين. اليوم نود أن نتوصل إلى طرق مناسبة لكم للتعامل مع الأعراض التي لديكم. هناك سلوكيات معينة تضر أكثر مما تنفع. على سبيل المثال، تجنب المجتمع، القلق المفرط، الانعزال الاجتماعي، وكذلك تعاطي المخدرات أو الكحول. كبت المشاعر وإيذاء الذات أيضا لا يؤدون إلى تحسن. عوضا عن ذلك، عليكم استخدام استراتيجيات مفيدة على المدى البعيد. الرياضة تساعدني، أنا أحس بالارتياح كوني جزءا من فريق كرة القدم. نحن كثيرا ما نجلس بعد التدريب سويا ونتحدث عن حياتنا اليومية. أيضا الحركة في الطبيعة تساعدني على تخفيض مستوى التوتر. أنا أوجدت لي واجبات جديدة، مسؤول مبنانا بحاجة إلى مساعدة في كثير من الأحيان، لذا أذهب أنا وأساعده، وكذلك تساعدني الموسيقى على الاسترخاء. إيماني يساعدني على تقبل ما حدث، أنا أرى ما مررنا به كامتحان حياتي صعب قد نجحنا في تجاوزه. أنا أحاول أيضاً أن أمارس حياتي الطبيعية من جديد، أولادي يعطونني أملاً في المستقبل، سوف يكون لهم هنا حياة أفضل ومستقبلاً جيداً. أنا أستمتع أن أطبخ وأخبز حسب طريقة الطبخ في بلدي، هذا الشيء يوقي ذكريات جميلة بداخلي. عدا هذا، أنا أضع أهدافاً جديدة لنفسي، مثلاً أن أنهي دورة اللغة بأفضل ما يمكن. بعد ذلك أود أن أكمل تأهيلي المهني. استراتيجيات التغلب هذه جيدة، ولكن عندما تعانون من الأعراض منذ أشهر، من الممكن أن تكونوا بحاجة إلى مساعدة طبية أو معالجة نفسية إضافية. تواصلوا مع طبيبكم العام أو المساعد الاجتماعي، هؤلاء بإمكانهم إحالتكم إلى معالج نفسي. هذه الخطوة مهمة أيضاً في حال شعوركم بعدم القدرة على السيطرة على غضبكم، وأنه من الممكن أن تؤذوا أنفسكم وممن حولكم. الكثير من المعنيين يشعرون بالخجل من أعراض الاضطراب ما بعد الصدمة لديهم، ولكن لا يوجد داعي للخجل من ذلك، أنتم لم تصابوا بالجنون. الأمر عبارة عن مشكلة صحية يمكن شرحها ومعالجتها من قبل أطباء ومعالجين نفسيين مختصين. هناك طرق للمساعدة. العلاج الجماعي مثلاً بإمكانه مساعدتكم من خلال التحدث مع أشخاص آخرين مروا بنفس تجاربكم. سوف تجدون أنكم لستم بمفردكم في محنتكم. من الممكن أيضاً أن تفضلوا العلاج النفسي المنفرد الذي يمكنكم من التحدث مع المعالج النفسي على الانفراد. وفي حال عدم تحدثكم أنتم والمعالج اللغة ذاتها، هناك إمكانية توفير مترجم لكم. في البداية من الممكن أن تكونوا غير معتادين على التحدث كثيراً عن أنفسكم، ولكن الموضوع يستحق العناء، فمن خلال العلاج سوف يصبح من الممكن معالجة الصدمة وتخفيف أعراضها. بالتأكيد سوف لن تصبح قيبة الظهر أخف مباشرة، ولكنكم سوف تستطيعون تدريجياً التعرف على الأعباء الموجودة داخل الحقيبة، وبمساعدة المعالج ستجدون كيفية التخلص من الأحجار التي فيها أو تعديلها.